بسم الله الرحمن الرحيم. الشبهة الرابعة شيخ غير شبهة أفراد وحي دبجوك شبهة دي كهر ريدي وشبهة الثالثة يا آيات دي يسو دلي شدين دتك شبهوين كاد دلي شدا هي إني النبي صلى الله عليه وسلم وقت يقول نورائي وقت يقول إن طيب أي كهر ليدي الله طبو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. آيات داسا وليد بجوغنا شيخ مرك وهيري وهي شبهة يعني ما ذكر ووحي لغا سووري ولغا شيغي عن الإمام مالك رحمه الله. إمام مالك أي لغا وري وإمام كمذهب كمالك هذا حد يقول نسبة شاكتان وأنا إمام كلو يقال إمام دار الهجرة دار الله هجرة ذا إمام كيدي ومدينة يعني وأنا إمام ككتاب موطأ قري مرك وهيري أنه ناظر إنه لدوضي أبا جعفر المنصور عباسيين تي مدحو دي إنك مدويان إنك أبو جعفر المنصور أي لدوضي أمير المؤمنين أها أمير المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه لدوضي فقال له حكيري فقال له مالك مالك وحكيري يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين ولا ترفع صوتك صوتك سرها أقادم في هذا المسجد مركز مسجد كان جوكتو صوتك صراحة أقادم فإن الله إلهي أدب وحو أدبيي قوما دد فقال وحو كير لا ترفعوا أصواتكم عدكي إن صراحة أقادم لنا فوق صوت النبي نبي صلى الله عليه وسلم صوتك سحكسري لنا النبي وهذا الله إنا أدو كدل هذا الشو وهذا الكاو مركز كده يرادك وبنان مركز آيات سوحة الغفري إنا إن ددك عدك ذكر أقادم سرا إنا إن أقادم مركز نبي للجوغان سي أدب لا يوهدلان لا ترفعوا أصواتكم صوتك إن سراه قادنين فوق صوت النبي نبي صوتك سحكسري لنا وإن هذا الكينو كجابين هاي ومدح قوما نبي صلى الله عليه وسلم قوم أيو أماني وفقال وهو كير إن الذين كو يقضون هاس أولئك أصواتهم أتكود كو أتكود هاس أولئك سجابا وهدليا عند رسول الله نبي أكتي سأمرك نبي أكجوغان هاس أهدليا أولئك هو سأل الذين وكوا امتحن الله إلهي وأخالص يالي وأبرح تري أن قلوبهم قلوب تذل للتقوى تقوى أي أبرح تري إلهي ووهو كدقي باس تقوى ذك لي أي دقنتهي ومحلك تقوى ذو أي لاذه كدقي الإمام ابن كثير وحير أخلاصها لها وجعلها لها أهلا ومحلا أنها باس تقوى ذو أي لاذه وكلية وكواس قلوب تذل إلهي كدقي لهم مغفرة كوا سوحا سبنا ذي دن بداف إن لو دن بداف هو أجر عظيم إي أجر وين مركا وحا سوى لن وحا يكون متايستين إن النبي آذابك قاتين وأكتس مركا جوغان سيهو سأيو هاد ليان وعطكو ذا أن المغلينين إلا النبي صلى الله عليه وسلم إنو يرى هذا السراء وقاضو أسوه اسم غشية موياني أي آدو قابي جرين عطكو كوا سأدبتا سياشي وسيدا سنبي أدبتا وقاتي إلهي وحي القلوب توذا وحا لو برحتري تقوضا وانا لو دم بدا في اجر وين واليهم مركزات كاسنا الى هي وكو اماني ان عتكود هوس ديغان وذم قوما كو كلنا و عايي و دلي اي نبي الله سبحانه وتعالى فقال وهو كو يركو اس و دلي اي ان الذين كو ينادونك كاغا ييريا كاغا دواقيا من وراء الحجرات غريها دبركود انت استاغا هلكا كاغا ييريا اكثرهم بدنكود لا يعقلون عقل ما ولا هم هذا عقل لما أهم هذا عقل ليهين نبي أن تأوي ماذا أني إلا هذا للهايين أو سي قابل إلا هذا للهايين يدرب يدك من الواقعين وإن حرمته نبي حرمته سمية ترمك أول انتي كحرمته حيا وحرمته سي مركو النولاء وكالي معناها نبي وحا الله احترام يا هدى سيدي إنو النولاء النور يهو كالي واجي أول نولاء سي الله احترام يجري يا هدى الله احترام يا وقف في قبر يسأك جوغا إنو خد القيليه ما أهم qolada aan dambo aayada lagu la hadlayo waxa ay ahayd dad reer miyi ah oo miyi ka yimid ee aan garanaynin aadaabta nabiga lagu la dhaqmo iyo aayadaha u soo dagay marka meel banaanka intii istaagay way yareen ya muhammad ay yiraahdeen nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waa lagu dhalay dadkaas ee qaabka nabiga ula hadlay ee uga yareen halkaas walaw annahum sabaru hatta takhruju ilayhim lakana khayran lahum ala hadhihi sabr lahayn oo inta iska sugaan marka aad soo baxday ay ku raahdi lahayn سيدا سأخير بدنيا الأدابتو لسيدا سيحايدو كجرتي الأدابتو
لكن بنانك انت استاغيني كاغا دواقين محمدو محمدو محمد اي راهدين كواسا لغو دليا آيادهان مركز سدح هذا وحاي كهدليان نبي صلى الله عليه وسلم انا عدك سر لغو قادن هوست الله قابيو ان وقتي غا يسو دكتي واتي صحابي صحابة كم يدي قولي يسو اسكفر يستيو يري انو لن عد داران اها مركز عدك عمل كي يغو بري عمل كي يغو بري سيدا آيادهان اي شاقين سورة دا اسلا سورة دا بلو بيدا اي شاقتي قفكي نبي غا انك آداب قادن انو عمل كي سكبر هاي مركو يرى عمل كي يغو بري كدب نبي صلى الله عليه وسلم مركو وايو اصفرين اصدرك وحونو كي يرى عمل كي يغو مبري لأهل الجنة تاي صحابي قاسي مركو هو ها صحابي ليرى هذا خطيب النبي صلى الله عليه وسلم نبي خطيب كيسا والنبي قا ايو وقد جواب يجري قفكي جواب وباهضة اصلا معناه افهيان النبي هو اه مركو نجي هوري يهو اد عدكي سوء ادقي هو عد الحق له ايو اه مركو سوء سيري ادقى الولجي ذا آيادة آيادهان لو لم نجدين النبي صلى الله عليه وسلم أساك كدل بينك أس إنه هضله مركو هضله أساك كدل بجري إنه هضله أو ضدك وح فانسيو أو أفتح النما دي أساس والنبي وقع بيرو وجيت كنبي ولي هاي وضدك كو فانسيو مركو أساك لو لم نجدين ضدك رمي قال لو نجدي يا منافقين تاع النبي احترامينا لو نجدي والمدى واحد يرى أن مركو احترام كاس نبي قال احترام جري واقاس وسيدي وكان إن الله احترامه سنة دي سنة السنة دي سنة وإنسي الله احترامه ومركي حديث آد أركتيد النبي صلى الله عليه وسلم كسو أروري خذل كاد إنا الضبط لكن حديث كان سيدا سو أقبشو لكن دا ترى حديث كان هو صح لكن يعني أنا وصاسي ساسا من سنة أما لكن أنا مذهب كي سيدا سويا أما لكن أنا الشيخ إيقا سيدا سيشغي يعني حديث كان الشيخ يقومون أقوين وركاسو كان إنا الله بحنين معنا وحي نقانا إذا إنا صوت كي النبي صوت كان كسر مريضي إنه قنايسة إمام مالك نوح على جيش يجي جري مركو حديث آخرين يقف في الشكاية إنه أورن جري عيادها نقل أسود اللي شجر وكو حناق جري هل كان مركو حدو أسود اللي شجر اللي يهين ضاد داني ضاد دان وحو كويري وإن حرمته ميتا نبقى حرمته أوليها مركو النول أولنتي كحرمتي حيا وحرمتي أولها مركو دنتي وقبري سهد وإن لقى إذا بقاتاهو أنا معناها لقد القيلين مركز وحير فاستكان وحى الدقي لها أرنتاس الدقي أجل السنة ذي أبو جعفر أبو جعفر وائس دجي آد الدقي مركو أرنتاس مغلي أبو جعفر المنصور آياس إمام مالك وآخري مركو مغلي وائس دجي وقال وحير معناه وأخو الشوعي وقال وحير يا أبا عبد الله إمام مالك ولجي ذا أبا عبد الله يو أستقبل القبلة من قبلة قابلة وأدعو مركز إله برياه أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بس النبي أن سوق قابله والدعاء النبي أن لس سوق قابله أنت قبل ذلك سوق جيستو يا النبي لس سوق قابله سيدي يا له فقال وحويري الإمام مالك ولما تصرف وجهك ما حد وجهك ولا حين إذا عنه حقيسة النبي ما حد وجهك ولا حين إذا وهو أسحال أسوق وسيلتك أوي هاي متكي كجارسين أي أو وسيلتك هاي الطريقة المريدي إلهي كوة ووسيلة أبيك أبها وسيلة ذي سنة آدم أولجي ذاه إلى يوم القيامة إلى مال قيامها ذات كاسور لن أيو وسيلة أيهي أو إلهي مارت السفير وغيه وحكا جارسية مركا وحيري بل استقبله استقس وقابل نبي الدعاء لس وقابل واستشفع به نبي كشفاء الدرب فيشفعه الله إلهي كشفيع فيك عديو فيشفعه الله إله شفع عيسك وأقبل آية فيك أليه وكاشفعه قال الله إلهي باوحو يري وأنه ولي وحي لين مالك هذا الكيوطة قال الله تعالى إلهي باوحو يري وما أرسلنا من رسول رسول ما نصادر إلا ليطاع إلا إن لا أطيعان ويان بإذن الله إله إذن كسن له أطيعان أصادر لي وجيتك رسول الله صادر وحي هاي إن إلهي درتس له أطيعه وأمرك ذا اللقات الله أطيعه ولو أنهم أيقوا هدي منافقين إذ ظلموا مركا ظلميان أنفسهم نفسه إذا جاءوك أيكو إمالها هايين فاستغفروا الله إلهي أي ويديس لها هايين دم داف واستغفر لهم الرسول رسول كن أويدي لها لوجدوا الله إلهي وحي هليل إلهي توابا بالتوبة أقبل بضن إنو بيهي ورحيما حريص بضن مركا وحي لين آيات دي سودلي شذي إمام مالك آيات دي أن أرمي أن نرميها سودلي شذي وقف قلوه الساس سودلي شذي والله هذا وحي إليه نمائي إمام مالك سود لي شرع آيات دار
وحول أدري شدي ضاداس وكل ضادي يعني أبو جعفر المنصور إنه يري أبو جعفر المنصور وأجي النبي حق يسأ سجل شفاعة إلهي كوي جيسو سجل شفاعة كدلب مركزه إلهي كاجا شفاعة يا سجل ضاداس كان المركز ضاد المركز مياه وحكي جيران شيخ وهي الرد عليها ضادان كجواب استيدا من وجوه وجيال بدن وجيالك اها دنايو دنايو او جوابين وجيه سوحا كم اذا شيخ وهو يري اولها مد وهو الريضاه انها قصة باطلة وقصة باطلة كسائر ما يستدلون به وحين لم تهي قود اهان وحي دريشدان كسائر ما يستدلون به قود اهان وحي دريشدان ومن قصص قصوي اها اي لم تهي فإن هذه القصة صابتها وهي القصة يعني قد ذكرها وحا شيغي القاضي عياض حافظك على القاضي عياض وحا شيغي في الشفاء كتاب الليلة كتاب الشفاء أيوه شيغي في حقوق المصطفى نبي صلى الله عليه وسلم حقوق ديسة كتاب لو قهد الله يويها كتاب كاسو كشيغي بإسناده سنة كسونة كوريي وكورينا يا عن محمد ابن حميد الرازي بها معنا سنة إلى آخر سنة هلا قال رواية دان ومحمد ابن حميد من كاس وكورنا يا قاضي عياض وأه محمد ابن حميد الرازينة لم يدرك الإمام مالكا مو نسوق قارن إمام مالك إمام مالك مو نسوق قارن مركوا هذه ولي بوكلا فوقيهن ضد بنا أود حي كره سنة كنا مركز سند للي هي وإن شيخ قبل شيخ يسوق كم مغلى شيخ خاصنا شيخ يسوق كم مغلى إلى قف كي هذا الكلام لو تيرينا يي laga gaaro laakiin hadaan maanta anigu jawaab iraad inuu hebel asaasi yaa iga sheegay yaa iga sheegay sanad uu u baahan yahay warkii hadii aan sanad lahaynina qof waliba wuxuu rabo iska oran lahaa laakiin diinta waxa lagu xafiday waa asaaniida ummadaha kale waxa uga bedelanahayna waa asaaniida qof inuu u abtiriyo shaygan uu sheegay oo ilaa hebel ay sheegay hebel baa u sheegay hebel baa u sheegay ilaa uu ka gaarsiyo meeshii uu la rabay ama qofku hadalkan ka soo xikaayo oo ka soo xiganayo marka hadal kaani waa kala go'an yahay ninka la yiraahdo Muhammad ibn Humayd al-Razi Imam Malik buuna arkin mana soo gaarin mana u dhawa waa qodobka koobaad kaasi marka waa ilaa soo halera al-inqitaa in kala go' u jiro oo sanadkii dhaxda ka kala go'an yahay waa koow wa huwa wa mir markii labaad wa huwa isagu macruufun waxa lagu yaqaan bi sariqati al-hadith inu ahadiithta xadaha lagu yaqaan ahadiithta inu saxdo ayaa lagu yaqaan aan qof waliba isku dayay inuu wax wariyo aan wuxuu rabahan u ahaado qof waliba isku dayay inuu diinta wax ka mid ah wariyo taariikhdiisa waa qoranta meel ay ku sajalan tahay kutub leeyahay al-jarh wa at-ta'dil ayaa jira fanni waxa jira leeyahay al-jarh wa at-ta'dil iyo kutubtiisa uu wato aan marka qof waliba isku dayay inuu wax wariyo oo qof wax u tiriyo warkiisa waa qoran yahay intaas ka bixin maayo marka isaga maxaa u qoran waxa uu qodan u qoran inuu yahay saariqul xadiis nin ahadiis taxada waxa loola jeedaa saariqul xadiis waxa loola jeedaa xadiis uuna asagu sanad u haysanin oo asagu uuna warin oo dad kale wariyeen inta soo qaato sanadkiisa ku rakibaayo soo iska dhigaa asagu inuu wariyay culimo uu soo arkin uu leeyahay waa arkay waxbaan ka wariyay ama asaanid baan ah oo sanadkii xadiiska aan ahayn uu ku rakibaayo leeyahay xadiiskan sanadkan uu ku yimid oo sheekhaas taa ii sheegay sheekh culimaysa kamid ayuu ku been abuuranahay oo leeyahay sheekhaas ay sheegay warkan marka qofkaas kale maxaa loo yaqaan saariqul xadiis qofkan xadiiskan wuu saxday asagu sheekh ilaaha kama soo wariin sheekhaasna sheekhiisa kama sii warine waa sanad uu asagu u sameeyay oo jabkiisa ah marka beentaas lagu yaqaan been hawasnimadaas waa kow wakadabahu waxaana beeniyey ninkan abu zurcata iyo ibn kharash oo saalixul jazara saddexdaas imaam ayaa ninkan been ku xukumay inuu been low yahay ayay ku xukumeen أبو زرعة الرازي وهو كم يا إمدى وين هو جرحه أي تعديل كاس عن شيء جاية باع دار كله لقنا ده ذي استفن نجاس ابن خراش تذوق على كتابه كله هاي صالح الجزء أنا أي مدى محدثين تواوين وكم يجي هاي هو جرحه أي تعديل كاس أبونا كهضنا صدق حاس نبى مركا نينكا واحد كوه كمان إنه بين لوي هاي مركا نينكا صدق حاس نبى سوق سوق تكتب ومدك هو بعد سنتي وكل جوئي هاي وأسوق إمام الإمام مالك مونا سو قارن ومد اللبادة وحلوته سنيهي إنو أحاديث صحضه سارق الحديث ويهي تنصدحادنا إنو بين لو يهي سارق الحديث نما يصاب بين لو نما أهبه مركا إنو بين لو يهي إيا إنو سندكو
kala go'on yahay, labadaasba waa isugu darsantay. Hal mid kaliya aan ku filneyd, hadduu sanadku kala go'on yahay maana qaadanayn, war kala go'on weeyaan meel laga keenay aan la aqoon. Hadduu qofka wariyay beenlow uu yahayna maana qaadanayn, oo waa hadal qof beenlow uu soo wariyay. Marka labadii haday isugu tagtay ka war, labadiiba waa isugu tagtay. Warkaasi marka Imaamu Malik mayna kas muuna ka sugnaan. Doodaas aan soo akhrinay kama sugnaan Imaamu Malik. Waa garan. Sheikhu wuxuu yiri athani jawaabta labaad annaha iyadu kadibun waa been cala alimaami maalik, imaam maalik lagu been abuurtay. Bilaa raybin, si aan shaki ku jirin ayna been ku tahay. Min wujuuhin, wajiyaal ayayna been ka tahay. Hal wajimahna wajiyaale been ka tahay. Anagu yiri hadalkan haddii aan fiirino, awal waxaan fiirinaynay sanadka hadalka, sanadka iyo meesha uu ku yimid iyo aftirsigiisaan fiirinaynay. Laakiin hadda haddaan matnigiisa fiirino, matniguna been waayo, imaam maaligu been ku tahay. Been weeyaan, oo wuxuu yiri wajiyaalu been ka yahay. Minha, wejiga koowaad waxa weeyaan annahaa mukhaalifatu limadhabi maalik, imaamu maalik madhabkiisa waa khilaafsan tahay arintaani. Wamadhabi saa'iri alaa'ima, iyo a'imada madaahibtooda dhanba waa khilaafsan tahay arintaani. Fa innahum a'imadu muttafiquuna, waxay ku ijmaacsan yihiin, isku waafaqsan yihiin, calaa anna man sallama, qofkii salaama cala annabiyi nabiga sal allahu calayhi wasalam, uma araada adducaa, kadibna doono inuu ducaysto, fa innahu yastaqbilu alqiblata, inuu qiblada qaabilaayo. Intaas isku waafaqsan yihiin. Kamaa ruwiya can asaxaabati, sida saxaabada laga wariyey. Marka sidaasuu madhabkoodu ahaa, qofkii nabiga soo salaama oo salaam ugu yimaada qabriga nabiga sal allahu calayhi wasalam, soo ziyaarto salaama, marka uu ducaysanayo waxa yidhaha waa inuu qiblada u jeestaa, waa inuu qiblada u jeestaa, sababtoo ah qibladu koofur ay kasoo jirtaa. Markaas qofka qabriga nabiga sal allahu calayhi wasalam hortiisa soo istaagaya, qibladu koofur ay kasoo jirtaa. Qabriga nabiguna sal allahu calayhi wasalam waqooyi uu ka jiraa, shamaal uu ka jiraa, qibladu waxay ka jirtaa junuub, koofur. Marka cagsi isku yihiin soo maahan, cagsi isku yihiin. Markuu qibladu u jeesanayo waa ka sii jeedaa qabriga nabiga sal allahu calayhi wasalam. Fa innahu qofka yastaqbilu alqiblata, qiblada ayuu qaabilaya, hadduuna uu damco inuu ducaysto, uu doono inuu ducaysto, waa inuu qaabilo qiblada. Sidaas isku waafaqsan yihiin. Kamaa ruwiya can asaxaabati, sida saxaabada laga wariyey. Faculima, waxaa lagu ogaaday bihaada arintaas, annahu kadibun, inay been tahay. Annahu qisadaani kadibun, inay been ku tahay. Calayhi, imaamka dushiisa. Mukhaalifun, ayna khilaafsan tahay. Limadhabihi, madhabkiisa ay khilaafsan tahay. Kamaa kadabuu calayhi, siday ugu been abuurteen imaam maalik, say ugu been abuurteen fi annahu, in asagu kaana u ahaa yakhudu, mid soo qaata, dumbuuran, wuxuu soo qaadan jiray durbaan. Dumbuurku waa durbaan la tumo. Oo yudrabu bihi, lagu garaaco, la garaaco marka la heesayo. Wayuqani, ha yadribu bihi, wuu garaaci jiray, isagaa garaaci jiray imaam maalik. Wayuqani, waana heesi jiray. Lama kaana fi lmadiinati, markay madiina joogeen, man yuqani, qola heesta. Macnaha qola ku been abuurata waxay yidhaahdeen imaam maalik durbaanu lahaa jirayba, durbaana meel u ooli jiray, markaasuu garaaci jiray markuu arka qola heesaydu la heesi jiray isaguna. Waa sheeko, marka sheeko iska raqiisa waay. Waxay maqleen qola culimada ka mid ah Madiina ayaa arintaa fadwootay in durbaanka la garaaci karo iyo wax lamid ah. Markaasa imaam maalik u tiiriyeen arintii, waxay leeyihiin durbaanuba lahaa jiray, oo markii uu arkay dad heesayu la heesi jiray isaguna durbaanka la garaaci jiray. Marka sidaas hadalka lagu been abuurta, ayatana been abuur ku tuhuna. Kamaa kadabuu calayhi, say ugu been abuurteen fii annahu, isagu kaana inuu ahaa yakhudu, mid qaata, dumbuuran, durbaanu qaada jiray, yadribu bihi, uu ku garaaco, uu garaaco, wayuqani, uu heesi jiray, lamaa kaana fi lmadiinati, markay madiina joogeen, man yuqani, qola heesta. Waa kow. Marka waa been abuur hadalkaasi, sababtoo ah madhabkiisu khilaafsan yahay. Madhabkiisu waxa weeyaan qofkii ducaysanaya inuu qiblada qaabilee ma ahan inuu nabiga qabrigiisa soo qaabilo. Arintaas lagama hayo. Wa minhaa, wajiyada caddaynaya waxaa ka mid ah in lagu been abuurtay anna maalikan, imaamu maalik, min quwati mutaabacatihi, macnaha awood badida raacista uu raaco, lisunnati sunnada, waxaa ka mid ah kariha, inuu diiday an yuqaala, in la yidhaahdo zurtu qabra nabiyi sal allahu calayhi wasalam, nabiga qabrigiisan soo booqday in la yidhaahdo. Ereygaas waa diidi jiray, ereygaas waa diidi jiray. Kamaa dakarahu, suu u sheegay ibnulqaasim canhu, ibnulqaasim suu u sheegay fi lmudawanati, kitaab mudawana leera uu ku sheegay ereygaas waa diidi jiray in la yidhaahdo qabriga nabigan soo booqday sal allahu calayhi wasalam.
arintaasna waa ku adag sunnadu ku adag yahay macnaha sababta uu diiday waxa weeyaan in la yiraahdo qabriga nabigan soo booqday macnaha ma waxa laga yaabaa inuu qofku u fahmo inuu qabriga nabiga awgiis usoo safray qofkan qabriga nabiga awgiis inuu usoo safray oo uu ziyaarada darteed u yimid ee markaa nabi saas ku ziyaartay sidaas in laga fahmo diidan yahay markaas wuxuu leeyahy ha oranin qabriga nabigan soo booqday waxaa tidhaahdid masjidka nabigan soo booqday sidaas dheh sababtoo ah masjidka nabiga waa loo soo safri karaa sida xadiidkii ku cadeed laa yushadu rixaalu laa tushadu rixaalu ila ilaa thalaathati masaajid laakiin qabriga nabiga looma soo safri karo qofkii jooga markaas ayaa soo salaami kara marka shiiku wuxuu diidi jiray imaam malik wuxuu diidi jiray in la yidhaahdo zurtu qabra nabiy nabiga qabrigiisan soo booqday inaad tidhaahdid waa makruuh waa karaahaysa jiri waa karaahaysa jira arintaa in la yidhahdo sababtoo ah shay baatil inay ku moodsiidaa laga yaaba oo ah inaad qabriga nabiga awgiis usoo safartay arintaas marka waxay ku cadaanaya si ugu adaadkaa jiray see marka u oranayaa nin inta heerkaas ka jooga mas'aladan siduu oranayaa isaga soo qaabil oo qiblada ka soo jeeso oo markaasi isaga laftiisba baryo shafaaco weydiiso isaga laftigiis warkaas miya war imaam maalik u qalmo ah ma u qalmo hadduuna jiri lahaa warkaasi kutubtoodii ka buuxi lahaayeen waa hore ayay nagu harqin lahaayeen mar hore inoo soo deliisha lahaayeen laakiin warkaani war sugan maahan sidaa darteed ma soo deliishadaan inta badane meelahaas luuqluuqahay ka deliishadaan oo ku sheegaan waxaad arkayda hadda qabriga nabi sal sl markaad masjid nabi markaad joogto aad banaanka u baxdo masjidka qiblada masjidka markaa u baxdid waxaad arkaydaa dad aad iyo aad u fara badan oo kusoo jeeda masjidkii kusoo jeeda manaa qabrigii kusoo jeedaan qibladii kasoo jeedaan markaasay gacmaha kor wada taagayaan waxaad moodaa inay nabiga baryayaan qaarkood waa shaki kuma jira inay nabiga baryayaan nabigay tuugsanayaan laakiin qaarka kalena sidaanoo kale ku dhaqmaya waxay leeyihin ilaahan baryaynaa laakiin nabi qabrigiisan u jeesanaynaa qibladiina waa kasoo jeedaan xaggay kasoo jeedaan arintaasi marka waa arin saxa ma ahan arin saxa ma ahan arintaasi imaam maaligna kama sugna sababtoo ah warku wuxuu ku sugnaada sanad inuu isagu kitaab uu ku qoray oo uu warkiis kitaabkiisii laga helo iyo in sanad looga soo guuriyo labaas wax kama dhexeeyaan labadiina midna lama hayo alimaam ibn mudarak wuxuu yidhi alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaac isnaadku diinku ka mid yahay sanadka iyo abtirinta diinkay ka mid tahay hadduuna isnaad jiri lahayn qof waliba wuxuu rabo iska oran lahaa midaa warkaanoo kale noo keenaayo marka laakiin sanadan uu u baahanna haddaadan sanad noo haynin raalli noqo warkaas naguma socdo sidaa darteed alimaam saxaabiga la cabdullah ibnu cabbaas ayaa nin axaadiid ku dul akhriyey nin la yihahdo bushayr ibnu kacb ayaa ku dul akhriyey alcadawi axaadiidu ku dul akhriyey cabdullahi ibnu cabbaas dheg uma dhigin waa ka aamusay markaasuu yidhi cabdullahi ibnu cabbaasow axaadiidaa nabiga kaaga sheegayaa aduguna waa iska sii jeedaaho dhegba u dhigi maysid maxaa ka wadaa waxaas markaasuu yidhi anagu waa waxaana soo martay qof hadduu yidhaahda qaala rasuulullah aan arageenna usoo jeedi jirnay oo dhegaheenna u raarici jirnay oo usoo kala ordi jirnay yaa jirtay laakiin hadda markay dadku koreen aratiga buubka ah iyo midka hayiinka ah intaba qof waliba war kama dhegaysano qofkii aan naqaana kaliyan wax ka dhegaysanaa manaa wuxuu ula jeedaa dadku markay beenta bilaabeen annaguna dhegaheenna waa ka daboolan qof waliba warkiisa ma dhegaysano qofkii aan naqaano oo run aan ku garanayno iyo inuu been ka fog yahay kaliyahan xadiidka dhegaysanaa marka wax waliba la sheega laiskama dhegaystee sanadu u baahan yahay warkaas marka qisadaasi inuu imaam maalik soo deliishaday aayaddaas oo uu leeyahay qabriga nabiga sal sl ha loo jeesto iyo nabigaa shafiic ah ku shafaaca dalab nabiga arin isagoo dhintay kadib arintaas wax ka jira male marka shubhadaas intaas ku egta casharkuna intaas nuugu egyaha in sha allahu tacaala jazaakum allahu khayran baraka fikum.